ما نفعله للحفاظ على الديمقراطية؟ نحن نعمل كثيرا للحفاظ على الديمقراطية ولا ننهي عملنا أبدا. ما زلنا لدينا القوة الدافعة لصنع التاريخ الأمريكي في الديمقراطية. نحن نضع بلادنا أولا، نصب أعيننا، وعلينا وسوف نتمكن من تحقيق هذا الهدف. سوف تكون لدينا الإرادة. هذا الأمر ليس باليسير بالطبع، الأمر ليس باليسير. لماذا لا تنتظرون حتى نهاية الكلمة؟ سوف أتحدث لكم معكم بعد نهاية الحديث. أود أن أخبركم، سوف أكون معكم بعد هذا الخطاب. الديمقراطية ليست بالأمر اليسير كما أوضحت لكم من قبل. السبب والقضية أننا جميعا ندعم الديمقراطية، يمكن أن نحقق كل شيء من أجل الديمقراطية. لابد أن نبدأ بالمبادئ الأساسية. الديمقراطية تعني حكم الشعب بغض النظر عن الأموال، بغض النظر عن نظام الرأسمالي، بغض النظر عن أي شيء، ولكن لابد أن نتسم ونتمتع بالانتخابات الحرة والنزيهة ونقبل بالنتائج حتى وإن كانت ضدنا، وأيضا نحترم النتائج عند الفوز. الديمقراطية تعني رفض أي عنف بغض النظر عن الحزب. العنف لن يجدي شيئا وأمرا غير مقبول في الثقافة الأمريكية. كل ما نسعى إليه الديمقراطية وتطبيع العلاقات ونشر الديمقراطية. والديمقراطية أيضا تعني احترام مؤسسات المجتمع ومؤسسات الحكومة. أيضا هذا تأكيدا على الاستقلال، ولابد أن نظهر أنفسنا على نفس القدر. الديمقراطية الدستور مرتبطين من أجل الحفاظ على توازن الحكومة. الدستور الأمريكي يعمل على منع أي سوء استخدام للسلطة ومنع أي فساد. لابد من تعزيز كافة إجراءات النزاهة. مؤسساتنا تعمل بالنظام الديمقراطي، وهي أحد المبادئ الرئيسية للحكومة الأمريكية، وهي من تشكل شخصياتنا جميعا. وأنا سعيد بأن نرى هذا القدر الكبير من الديمقراطية في داخل المؤسسات الأمريكية، من إعادة بناء هذه المؤسسات للدولة على الشكل الصحيح. هناك مكتبة كانت تضم الكثير من الوثائق والتاريخ الكبير العظيم للديمقراطية الأمريكية، والذين أظهروا بسالة كبيرة في أريزونا. هذه المبادئ الرئيسية للديمقراطية هامة جدا لتحقيق التوازن في المجتمع. واليوم لابد أن نكون على قدر كبير من الوضوح. إن أي تقدم نحققه في مجال الديمقراطية لازلنا نعاني من كثير من التهديدات والمخاطر. هذه الحقيقة المبسطة. هناك كثير من الحاجة إلى الحفاظ على أرواح الأمريكيين والحفاظ على مستقبل ومقدرات الشعب الأمريكي. لابد أن يكون ذلك داخل كافة المؤسسات، الجامعات وغيرها من المؤسسات الحكومية. أيضا كنت أتحدث في واشنطن بشأن المخاطر بسبب العنف وأيضا الكثير من التداعيات لهذا العنف. اليوم الولايات المتحدة تدافع عن الديمقراطية، وأيضا بفضل كافة الأبطال الذين دعموا الديمقراطية الأمريكية. التهديدات ضد المؤسسات السياسية والدستور نفسه وكافة الشخصيات. أيضا الديمقراطية تأتي بالحفاظ على الدستور والالتزام بكافة القواعد لتعزيز وحدة الشعب الأمريكي لضمان لمستقبل الأجيال القادمة.